اللي كان بينه وبينه. عرفت علي؟ فالركاب بيقولوا لي يا ابن الحلال السايق ما غلطش معك مشان انك انت تعمل فينا هيك. يعني انت كمان عرفتنا، يعني احنا مروحين على بيوتنا. فخلال الحكي هذا كان هو يقول هسه انا بفهمك شو غلطك. شبكت النبي ضعيف. انا بدي افهمك شو غلطك. الا بتصل التلفون مع الباشا مباشره، خطوبة مدير الامن العام. قال له في عندي باص لشركة جد وبيحمل رقم 10548 ماشي بطيش وتهور في الشارع. الشارع العام. يعني عفوا ما قال ايش؟ ابعد عنه وين حافلة يعني مع مش ما تتجاوز اقل من دقيقه. ثواني ما في دقائق. ثواني 9 ركاب معي ارقامهم بيشهدوا بالحادث اللي صار، ومن ضمنهم نساء يعني مش كمان. عرفت علي؟ فصار هو لما يحكي مع عطوفة الباشا، عرفت، انا صرت احكي مع العمليات. قلت لهم في واحد وقف عندي وبقول انا مستشار جلالة الملك عصام الروابدة وبحكي قاعد مع عطوفة مدير الامن العام الباشا، وبقول اني انا ضايقته بالطريق، وانا ما ضايقته بالطريق. نقلتهم رقم السيارة كمان يعني، بس رقم السيارة ما حفظته، أما نقلته للعمليات اللي هي 911. فحكى هو مع الباشا وقال لي هسه بتعرف شو غلطك. حط جير بسيارته وظل ماشي. طبعا الباشا على النداء عمم علي وعلى الباص، صرت أنا مجرم بحق القانون. أنا صرت مجرم بحق القانون. عملوا لي كمين على عند جامعة فيلادلفيا الدوريات الخارجية، سكروا علي الطريق، حاجز بالسيارات وصفيت على اليمين. فطلع واحد من الدورية بيقول لي يا أخي أنت شو عامل؟ قلت له ما عامل شيء، صار جدال بيني وبين واحد بيقول إنه هو مستشار جلالة الملك اسمه عصام الروابدة، واشتكى علي لعطوفة الباشا. فقال لي انت مطلوب للباشا مباشرة، انت والباص محجوز. هنا بعثوا لي دورية من دوريات اختصاص بليلة فيها نقيب وملازم اول، حجزوا رخصي وقال دبر الركاب روحهم. الركاب احتجوا طبعا، قالوا احنا ما بننزل من الباص الا لما يروح السايق معانا، لانه السايق ما غلط، ما صار في غلط من السايق نهائيا. يعني الركاب صفوا معي لانه شايفين كل شيء بعينهم. ما يسمعوا كلامه. شايفين كل شيء بعينهم. ما يسمعوا كلامه. لو غلط الركاب يحاسبه. هو انا يعني تعاون معانا شوي اللي هو النقيب اللي اجى بالدوريه، قال يا عمي وصل ركابك وهاي رخصك محجوزه عندنا قبل ما توصلهم وبترجع لدوريات بليله، لانك انت مطلوب لعطوفة الباشا مباشره. وصلت الركاب ورجعت بالباص، بلغت طبعا الشركه قلت لهم صار معي 1 2 3 4. طبعا قالوا الدنيا ليل يعني هسه ما بنقدر احنا نتصرف. طبعا رحلتي انا طلعت 6:30 مفروض يعني 7 الا ربع اكون موجود، او 8 الا ربع اكون موجود باربد وموصل ركابي. وصلت اربد 9:30 مع التأخير اللي اخروني اياه يعني، واللي اخرني اياه هو ويتجادل معاي بالحكي. نزلت الركاب ورجعت لدوريات بليلة، وقفت عند دوريات بليلة وكتبوا فيه ضبط مخالفة ب500 دينار السواقة بطيش واهمال في الشارع العام بامر من عطوفة الباشا المخالفة، وتحولت لمركز امن شمال جرش انا والباص. فتدخلوا اخواني، تدخلوا فلان وعلان وسين وعين على اساس انه يكفلوني ويروحوني. فمروان بطاح مساعد مدير الامن ما قصر، قال كفلوا السايق وروحوه، اما الباص خلوه محجوز. وليد بطاح هو الحادثه صارت يوم السبت.
شمال جرش، وصارت اتصالات طبعا من مدير الشركة. طبعا مدير الشركة اول اشي بتحقق 100% ومش راح بتحقق من الموضوع وشو اللي حصل وشو اللي صار. وباصي مراقب على الجي بي اس طلب من برج المراقبة السرعات اللي كنت انا فيها بالمنطقة هذيك، انا ماشي قانوني وسرعاتي مش متجاوزة، فالشركة صفت معي لانه انا مش غلطان وبشهود الركاب اللي كانوا معي. صحيح، عرفت علي؟ فاتخذوا اجراءاتهم الشركة وروحوني انا والباص، والمخالفة انطوت. شو صار ما بعرف، شو الاجراءات اللي عملوها الشركة ما بعرف. كيف روحوك يعني؟ انتهى الموضوع خلص يعني، روح يعني زي ما تقول يعني احنا اسفين وتفضل مع السلامة. زي السر رأيك، احنا اسفين وتفضل مع السلامة، هذا اللي حصل. طبعا في خطوط حمراء بس بقدرش احكيها لانه بث مباشر. لا عادي، مستشار الملك عرفت علي سر عادي. فشو اللي حصل ما بعرف بعد هيك يعني. بعدك على راس عملك؟ وانا على راس عملي، ما صار علي اي خلاف، بالعكس اليوم طلبني المدير العام ووجه لي كتاب شكر لحسن تعاملي معاه، لاني ما غلطت فيه ولا سبيته ولا صار معاه. الشركة بهاي العراقة يعني ما راح تجيب اي واحد من الشارع وتحطه. احنا شركتنا معروفة يعني، واحنا حافظين قوانين السير اكثر من رقبة السير. انا الي سنة تقريبا، الي سنة تقريبا جديد يعني بالشركة، مش عدق كثير، لا جديد بالشركة. فطبعا كلنا احنا مع ابنيس تلفوني من الصبح ماسك قدامك، ما احنا وراك لما تاخذ حقك في الساعه الوافيه. الله يبارك فيك، والشكر موصول لك على حسن تصرفك مع نعم. يعني مش حمدان فينا، لا احنا بنعرف كيف نتصرف مع كل البشر، مع عدم المؤاخذة الصغير والكبير والوزير. نعم، استاذ الحمايه يا شيخ، الله يبارك فيك واخلاقك وانصافك. ما في مسجد هان لو يحفظ تصلي العشاء على طول. هاي المصور هان بس توضع فيه. نعم نعم، المصور هو بالمسجد. أهلا عليك، حد يروح يصلي؟ ميت أهلا وسهلا عليك. روح يصلي الديوان الملكي. أها أنا حاضر معليك باللي بدك إياه. تفصيلا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة معليك. هذا مديري، أنا قاعد الآن بين أبناء عشيرتي.